صدق ولا إشاعات؟ ايه مبروك مبروك يا سعود. زواجي اجيب الدف ولا زواجي بيكون في الامارات. منك المال ومن العيال ان شاء الله. امين ان شاء الله. كلنا معزومين يا سعود. لا لا ولا اعزم ولا واحد التيك توك، لا بناتكم ولا عيالكم، تروحون تطورون بطي. ما اقدر والله. اجيب الدف ولا ما يحتاج؟ عادي تفتح التلفونات. لا تزبنونها في المخابئ الثانيه. نعم. وشلون عاد يفتشون؟ في جهاز في جهاز في جهاز. اي بس في يمكن عازل. الحريم ترى فيهم مشكله، يحطون يذبنون اي شيء. اهدى اهدى رجع. لا والله ايش دعوه؟ يمكن تجيبين شيء انت وخر العزل يعني ما في شيء. المهم عرسي بيكون خاص اصلا يعني ما بيكون عام. افضل لك، انا اشجع العرس يوم يكون خاص. اي والله تخيل عرس وزحمه واكل خلاص الاشياء هذه كلها اخذ فلوس حق العرس. قديم قديم الشيء قديم. اي والله خلاص افتح بث في التيك توك، تجون انتم كلكم في التيك توك تدعمون وعاد الله يبيض وجيهكم وشكرا. صح والله يعتبر الحين لو جيت انا عندي شيء هنا متاكد. سعود العروس طلعت من هنا من التيك توك. سمي العروس من التيك توك. لا عاد هذه لقافه. لا اعطي استاذ انت عادي معنا انا وخالاتي واهلي امي.